قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. ووصل عدد الشاحنات التي مرت اليوم إلى 39 شاحنة إغاثية وأربع شاحنات محروقات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، والتي تأتي في إطار الجهود المصرية الكبيرة من أجل إنفاذ هذه المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم وبحسب ما رأينا من دخول عدد الشاحنات، فنحن نتحدث عن 39 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وإغاثية، هذا بالإضافة إلى أربع شاحنات فقط من الشاحنات التي تحمل محروقات، وهي عبارة عن شاحنة تحمل سولار. إذا نحن أمام تناقص كبير عن الأمس من عدد الشاحنات التي وصل عددها إلى حوالي 60 شاحنة. قوات الاحتلال الإسرائيلي دائما تستهدف وتطبق الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص كبير في المواد الغذائية والأساسية والمحروقات اللازمة عمل المستشفيات، على الرغم من التحذيرات الأممية الكبيرة من أن نقص هذه المحروقات سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع والأزمات الكارثية أكثر مما عليه الآن. وهذا ما نشاهده من تعطل عمل المستشفيات سواء كانت في قطاع غزة أو في أماكن متفرقة في القطاع، سواء في الشمال أو في الجنوب أو حتى في الوسط، والتي خرج منها حوالي 150 مستشفى وتعمل منها فقط بشكل جزئي حوالي 20 مستشفى. إذا نحن أمام مشاهد متكررة من العدوان والتعنت الكبير تستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني الشقيق والتنكيل به. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.